خليك انت بقى كده ماشي وراها وشوف هتوديك لحد فين. هو انت فاكر ان انا زعلانه يعني ان انت طلقتني وكده؟ بالعكس، ده انا مبسوطه جدا، ما صدقت خلصت منك ومن امك. اوعى تحسب ان انا كمان زعلانه من مروان انه طردني من البيت الكبير ومش عايزني ادخله. بالعكس، بيت ايه وزفت ايه، ده انا ما صدقت خلصت يا اخي. بس خلي بالك بقى يا حسن، امك بتلعبك زي العروسه، وفي الاخر هتلم الكوت اللي بتلعبك بيها وتخنقك. امي هي اللي كانت فاهمه جوزين، بس احنا ما صدقناهاش. خلي بالك، انت لحد دلوقتي مراتي، واقدر ارجعك في اي وقت. مش بمزاجك؟ لا، بمزاجي. او عائدك، هو انت فاكرني مفيده ولا ايه؟ هجري وراك واقول لك ماشي يا حسن، تحت امرك يا ابو علي. لا يا حبيبي، انا اللي يقول لي مع السلامه اقوله في 60,000 داهيه. الكلب. لا 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 ل